مع الشباب داخلين ولعب فيه الاتحاد المحمدية ولعب فيه الرجاء المحمدية ولعب فيه نادي الجمالك المحمدية أو الاتحاد. أولا كنشكر هاد الناس ديال القدماء اللاعبين جمعية القدماء اللاعبين الأبطال الله يجعلهم في دور لهم الأمور يكثروا فينا وكنتمنى إن شاء الله البديل يديروا معنا يديروا مع الإخوان كلهم يدازوا في المحمدية. اللي كنطلب يا ربي يحيي هاد المحمديه الرياضه ديالها ويرجع الذكرى ديالها لا الاتحاد المحمديه ولا الشباب المحمديه اللي كنتمنى ان شاء الله في المستقبل يكون ظاهر ان شاء الله على الاعتبار الله يكثر خيرهم ويحمد ديالهم. شكرا.